السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من بوكيمون السيف وبوكيمون الذراع. كالعادة تنجموا تضيفوني قبل نعطيكم تضيفوني الكود متاع الأصدقاء متاعي أو مكتوب هذيك تنجموا تضيفوني عليها ونلعبو كيف كيف حلقة متاع دي حلقة متواصلة الحلقة اللي فاتت، يعني هي نعملوا في الغارات على الجحور متاع البوكيمونات، واللي هي بالمناسبة هذه متاع من 25 ل 26 ماي حتى 30 جوان، مش نشاهدوا برشا مياوس عملاق جيجا ماكس في جحور البوكيمونات. دونك اول شيء نربط روحنا بالانترنت. الحلقة اللي فيها اتجاه كملنا المنطقة الجنوبية متاع الأرض البرية، تو انتقلنا للأرض البرية في الشمال، شمال الأرض البرية. كان تتذكروا في الحلقة اللي فاتت لقينا بوكيمون شايني مياوس جيجا ماكس شايني، يعني كان تحبوا تتحصلوا عليه نجموا تتصلوا بيا ونعملوا حصة تبادل على السويتش. كالعادة زورونا على الموقع www.tradershare.jz، زورونا على القناة يوتيوب وعلى الباج الفيسبوك. باش نبداو بالجحر هذا، ان شاء الله نلقاو شكون ينضم لينا. وكان تحبوا انتم طولي تنضموا لينا نجمو تضيفوا الكود نتاعي نتاع الامين نتاعي، نوري نظهركم في ال نوري نظهركم كي تولوا تتصلوا بالانترنت وتنجموا تعلموا معايا تعملوا معايا برشا غارات على الجحور بتاع البوكيمون. كالعادة ما تنسوش بتزورونا على الموقع www.tradershare.jz، زورونا على قناة اليوتيوب وعلى الفاج الفيسبوك، وتنجموا تعرفوا بينا عند أصدقائكم وتعملونا ببليسيتي خاطر قاعدين نواجهوا في قلة ديزابوني خاطر ما يعرفوش للقناة ولا الموقع ولا الباج متاعي. كما قلت لكم يعني قليل مش ينضموا لك الغارة فيها بوكيمون تو غير مياوس جيجا ماكس، خاطر الناس كل تولاها مياوس جيجا ماكس، دونك ديما مش ينضموا الغارة كي تبدا فيها مياوس جيجا ماكس عملاق. دونك يظهر لي مانيش نلقاو شكون ننضم لنا. محاولة أخيرة ونبدلو الجحر.
مانيش نلقى للأسف دونك نخرجوا من الجحر هذا، نشوفوا جحر واحد آخر ونحاولوا نرجعوا له بعد نكملوا الجحور الكل، نحاولوا نرجعوا له نبداو نقاوش كلهم بالمدفاس. ما لقينا شكون باش يعاوننا، خلينا نعملوا وحدنا هذا، نكملوا وحدنا في سافيسا مش مشكلة، مش بوكيمون قوي. غين دور غين دور فرباليزي كالعادة. كله بالمدفسيات ثلاثة نجوم هذا حبش خلش فهمت عليش انا يعمل غارة وبعد ينسحب.
في أوتينابر. نحاول نشوفو. شكون ينجم يتصل معنا؟ لوكاريو سريتسوس. هو اللي خلاص استعمل لوكاريو. خلينا نشوف لوكاريو. احنا عندنا لوكاريو. عندي 100% نستعملوه ديجا شيني. عندي ما عندي الصبر خليها تكمل. يعني الطار الوقت مبقى يكمل الكل. ديما كل مدة ثلاثة نومون يعني بعد ننزل على بداية المعركة. يعني هي نومون نقعد نصبر يعني حتى يكمل. نجم حتى آخر وقت ينضاف لنا لاعب رابع نجم يعاوننا برشا في القضاء بسهولة على البوكيمون اللي موجود في الجحر. زو شيني لوكاريو اللي عنده اللي عندي انا. ميتالو ماكس. في الديناماكس نتاعو 560 يوسف اللي هي زيرا ورا يوصل 400 وش. شكون اللاعب الرابع اللي ضافونا ضافتهونا نتندو؟ باجي كارب.
له بس انا يشدوا هذا فطور قلت له ما خافش من الكتبار يعني اي واحد يشد طور يخوف مياه والسماعات يشدوا بسم الله بسم الله بسم الله وجهك الله قاد كان بيك نرجعوا لها خلينا نمشي تو نطلع هذيك موجودة واحدة غادي كاو ديجا مازال وزوز مية وثلاثة نجو نحطو زاسيان اكسادرو نجمو كيف بدا عنا كوميونيتي متاع برشا عرب نجمو ننظمو غارات نتفهمو في وقت معين وننظمو يعني دي غاد يعني برشا غارات مع بعضنا منكم توما تستفيدوا تاخذوا بوكيمون تتحبوا عليها ونعملوا جو ونعملوا مشكلة فيش انه ما لقيتش حتى الان ثم منتدى والا مجموعة والا جروب والا باش اللي هي موجهة للعرب يعني باللغة العربية موجهة للعباد اللي تعشق البوكيمون للأسف ديما لاهين بالفيفا وبالبرو بلاي ستيشن نجم نبدأ بالزوز ما يصيرش خلينا نجيدو شوية أخرى ينضم لناش لاعب ثالث ولا ثالث ورابع مياو مياو مياوس جيجا ماكس زاسيان ما
باش تقول علاش خليت السلاح اللي فيه سوبريفيكاس وجيت السلاح اللي فيكاس، خاطر هذا افضل سلاح، افضل سلاح عند زاسيان. يعني انتهى. نجمو هيبر باركس يشنو خسارة 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 خسارة، يعني قال ضيعت برشا مية وص من الغباء متاعي، ضيعت برشا مياوس من الغباء متاعي بصراحة. تو قاتلنا في ناس كزوز، واحدة نعرفوها وواحدة مسيش. خلنا نلعبوا هذه ديجا بلونت وغلاس. بلونت وغلاس نستعملوا زاسيان خير. عندي الصبر بليزي عمر اشوف نافو اللي هو بلون تاني من نوع غابتي.
ممتاز. لحظة بس يا هيثم بكري بوكيمون خذيناه وما تحطش في مكانه. مش بعد ما ننساه ما نرجعوش. هذا خذيناه قبل هذا. اوكي ماما توقعت لنا واحدة بركة. النجم هون نستعمله هذا ثم به الجحر هذا كيبدا فيرق ما فيش نجم انت نجم انت تستعمله باش تستعمله تستعمله وبشين وماما سنة بالله مدام هذا عنا برشا ليه خلنا نعطيه نفرغه خاطر ميو نحب نوصله أنا للسوق نعطيه 20 كعبة اوكي مترونوم اوكي شنو هو هالمترونوم لانس اجيد او دوا استيمولي سون سيرفو بور اوتيليزي بريسك نامبورت كال كاباسيتي او هازار لا لا ما تساعدنيش باهي Si l'ennemi et le lanceur ont deux capacités en commun, l'ennemi ne pourra pas utiliser. Ah, il y a bien. Le psy, moi, le hot. كيف يرد جمع يشوي جميع اوكي هذي بي ان اتاك فرصة كي بيغمونتي طول استاد لانسير دان سركو حتى هوني خير
باهيز تو حتى اللي نحاولو باهي. اهم مغصو فو هذوما المغصو هذوما نحطوهم في جحر معين يولي ثم بوكيمون دي نا ماكس. دونك توك هلا مثلا باش نجربو هذيا اللي هي ما فيهاش يعني ما فيهاش بوكيمون دينا ماكس يعني ما فيهاش ضوء احمر ولا روز. مش نحطو فيها المغصو اوكي يولي فيها بوكيمون دي لا ماكس. يعني نجمو احنا وحنا ننظمو نعمل من غير ما نستناو نينتندو حتى تعطينا جحور فيها دي بوكيمون ديناماكس. وكان ما عندكمش كيف اللي مقصوف هذوما نجم انا كيف نوفر هيركم كي تقبلوني كصديق عندكم تبعثوا لي انفيتاسيون نولي صديقة معكم ونعملوا تبادل نعطيكم يعني قد ما تحبوا من المقصوف هذوما. نضمن شكون هي شاري قد معنا يعاوننا خرش. مغصوب اللي هي قطعة حظ سموها حجر الحظ وإلا قطعة متاع حظ اللي هي تعمل لك تعطيك بوكيمون ديناماكس في جحر يدا ما فيش. دونك خلينا نبداو احنا ميسيرش نلعبو أو جيجا ماكس سبب سنعاتي شاري عمش بغاليزي شعال اوكي
ديجا عندنا سيلرسين من نوعين الكتريك وال قلنا منه زوز جيجا ماكس نجمو كان تحبو كيف تحصلوا عليه تتصلوا بيا نعملو حصة جلسة تبادل كيف تاع الحاضر ديجا انا باش نعاود نحاول نحطوها هوني نحطو واحده اخرى نجمو نستعملو من النهايه كيف بدا عندنا اما ما تنساوش راهو القطعه ديجا قطعه الحظ هذيا هي قطعه يعني نادره جدا وحتى كي باش تاخوها راهي غاليه جانا ميو جيجا ماكس مياوس جيجا ماكس استعملوا جاسيا نعم في ساعة يعني الأربعة تلمدوا كيف ده مياوس و وسانك إتوال و جيجا ماكس نستناهم حتى يكملوا مياو 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 هذه ولا غلاديوس ماكسيموس غلاديوس ماكسيموس خير مش حاجة كبيرة هذا يبتاع يعني الزاس يعني مش هنا هذا هنا أنا قلت في بالي الأول يعني البيتاس متاعي هنا ديجا الثالث يجي السرعة متاعي يعني السرعة ناقص الزاس يعني متاعي يعني
باش نستعمل ماستر بال خاطر باش نستعمل ماستر بال مانيش سبيس بال صراحة باش منخسروش خاطر خسرت برشا بوكيمونات مياوس جيجا ماكس خسرتهم اليوم وخسرتهم يعني في الحلقة اللي فاتت واليوم على خاطر مستعملتش ماستر بال استعملت ماستر بال ميساش نجم نوفرهم لماستر بال خص كان نقاوها 6 على 6 كان نقاوها 6 على 6 جيجا ماكس ما نعرفوش لحظة باركة حتى بالبي سي لا 5 على 6 باه مش مشكلة نعاود نحطو هوني واحدة أخرى قطعة الحظ مياوس 4 نجوم ميسيرش شرف الحلقات القادمة كل ما نعمله يعني حلقة متاع غرق متاع غرقات إن شاء الله يعني نكملوا الجحور اللي تعطيهم لنا النتندو وبعد نمشي وإحنا نعملوا جحورنا وحدنا كما عملنا تو بالقطعة الحظ اللي تنجم تخلي الجحر يولي حي وفيه بوكيمون ديناماكس نجم يكون زاد عنا كان عنا حظ أكثر في بوكيمون جيجا ماكسي ويكون شايني اذا كان عندنا حظ اخر زاد اوفر شايني يعني كما نقولوا بريون يعني زامع بوكيمونات الزامعة هو بوكيمون يعني قليل وين تلقاه قليل وين متوفر توك جد واش تعمل بيسبار خاطر هو ديجا موش خمسة يعني مانيش نتحسب واش باش يجيني
6 على 6 اون بلوس مون شاين، دونك نستعملو بيس كبار حتى كان فلت منا مش مشكلة. ما زال مش الوقت نعاود نستعمل فيه واحدة أخرى. كومبا أبليزيا، أوكي نعمل كومبا أبليزيا. شانجي بوكيمون ونحطو زاسيان. حسب مرة قريت انه الجحور هذية هي بروبابيليتي يعني يصير فيها البوكيمون اللي موجود، يعني نجم يعني تعاود تمشي بعد تعاود ترجع نفس البوكيمون اللي لقيناه من الاول وهكذا دواليك. حسب ما قريت مرة ما ركزتش معهم برشا، اما تنشوفوا احنا تنحاولوا نكملوا السلسلة متاع نشدوا نفس الجحر نقدوا فيه نحطوا فيه قطعة الحظ سلسلة معينة نشوفوا البوكيمونات اللي تظهر هل تتعاود وإلا لا. قلت انا مش باراليزي عشان ما يعمليش شلل.
بيسبول 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 بين نعمل قطعة حرب أخيرة هوني وبعد نمشي خمسة ويكتريك علي حاجة باهية باهية هذا مو إلكتريك الكتريك هو السول يجزمه ما يأثرش فيه شوف بوكيمون سول شوف بوكيمون سول يظهري عندي بوكيمون سول في البوكيمونات كومبا راش كومبا أنا صار ما عنديش لا ما عنديش الصول دونك غريبة يعني مانيش من هواة البوكيمونات تاع تاع الأرضية تاع الأرض دونك نخليو زاسيان أقرب واحد يعني على الأقل ان شاء الله هذه الغارة الأخيرة قبل الأخيرة ان شاء الله الغارة الأخيرة نكمل الغارة هذه ونكمل الحلقة نتاع اليوم خاطر وصلنا للساعة شينيك سمعت الشينيك اللي هو هو البوكيمون اللي معنا اي جينيريت كيفاش السول يعني تجعلنا بوكيمون سول قوي انا
برج جاسيان نتاعي راه جاسيان نتاعي تحت الارض يحضر فيه هجوم التنائر. انا ما يعطينيش باش نختار هجوم قد ديجا انا محضر هجوم من الجولة السابقة. اعمل هجوم التنين يتخبى تحت الارض يمنع من ريزا تاك حاجة باهية ويهاجم. بوكيمون سيدي ديجا هذي بوكيمون نحكيو عليه بوكيمون باهي برشا قوي برشا اما انا كما قلت لكم مش محددين تاع الأرض. عاود عمل جدار آخر. What a pick. نستعملو البيسبال. الحمد لله دونك وصلنا لنهاية عقدنا متاع اليوم. اليوم وريناكم كيفاش نجمو نستعملو قطاع الحظ اللي تنجم تخلي جحر كيما هكا جحر ميت يولي جحر حي فيه بوكيمون ميجا ماكس وإلا جيجا ماكس. ما تنساوش راهم غير متوفرين هما لي مونسوفو اللي هما قطاع الحظ ولا قطاع النذر كيما نقولوا مش متوفرين برشا راهم وان بليس حتى كيما تشريهم غالي. اذا كانوا نتوما ناقصين ولا ما عندكمش نجمو ديفوني كصديق عندكم بالكود اللي موجود اسفل الفيديو ونجمو نعملو حصة ولا جرس التبادل ونعطيكم هذوما قطع الحظ وحتى الكور نتاع لي ماستر بار ولا البوكيمونات اللي ناقصينكم ولا البوكيمونات اللي حاجتكم بهم. دونك زورونا على الموقع tradershare.nj زورونا على قناة يوتيوب وعلى الباج الفيسبوك. نخليكم ونقول لكم الى اللقاء ان شاء الله نتقابلوا في حلقة جاية ان شاء الله يوميا او نهار بعد نهار حتى تهبط الDLC ان شاء الله تكون حلقات متتالية على الغارات على جحور البوكيمون. إلى اللقاء. تشاو. باي.